على بركة الله. السلام عليكم الإخوان المشاهدين وزوار قناة دمريف ديال الموقع العالمي اليوتيوب، مباشرة معكم زي طنجة. نهار كيجن فيديو زي طنجة كيجن الفاعل جمعوي داك الأخ محمد الجارودي الرئيس الجمعية مباريوال للتنمية والثقافة. غيستور شوية دخل المجتمع المدني، يعني خل الجمعية في يدان ديال بني سيدال، يعني البرامج المستقبلية غير الجمعية. المهم انا غيستيور خلي الايجابيات السلبيات المجتمع المدني ديال بني سيدال الجمل. مرحبا بك اخويا محمد الجارود. صديقك استاذ الصمد، نشكرك، نشكر قناه دي معرفه جن حارسه اخ قبيش نهار قنا خارج اخ قبيش قنا في طنجه. استيفان الحاج محمد اللي سي كاب البركه، اللي كاب البركه يتعاون الناس، نشكر الطاس بس نستقبل انا كاع. بالنسبه للجمعيات من سيدار نقارس الجمعيات بصفة عامة، جمعية ديال سيدي المار نشيد ولا ديال نمية وشي حاجة من الجمعيات، لأن بعض الجمعيات تخصني تا خدمت يعني كانت وطات يصغني ني شينت مازيغت، لأن بعض الجمعيات انتهنت يعني واقيلا نتبو خدمت، نتساور خينا يا زون الخدمة لي غادجا غانا خدمت، ما مش نتوالى نشيل نشد تجربة غارية الخو دي الجمعيات توري غار رؤساء تي كان تزم خرج معايا يعني نهني السوارن. اما الاعضاء يعني قارس نشي تكان خا رئيس مره لا اغسال جمعيات كان اعضاء مرض معاون مره هاد السيور المرض ناقشنا المرض وضحني وداني السن المرض كل جن ذي حاوي السن يعني باش هاد معاون يجن زي العضو مري السيورة كيجن يجن يبو ذا السيورة كمية وهكذا تيري ودان غاسن الفكرة الجمعية ما مش تخصها تخدم ما مش تبقى ونشكا مرة جمعية هنا سيدار إغاد جاغانا الخدمنت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا زكريا من تقاشك دي السؤال اللي توسكي غي سير جارودي بخصوص جمعيات المجتمع المدني. وسير المناسبة زكريا الجارودي انت رئيس الجمعية، ولكن وسير ما يقي مع الحاليه نقض رئيس الجمعيه نغلا عاودي السن مره الانشطه يطلع مره في الانشطه الجمعيه ديال بني سيدال غنغيني نجن الراي المسؤول نتا بخصوص يعني المستقبل الجمعيه ديال الوضع الحالي نترخو حاليا ديال بني سيدال ما زمان زعما نروح انت تبدل انت الاوضاع من المنطقه انا غير تسمى قيمه الامور على ما كانت عليه. سي عبد الصمد شكرا على الاستضافه وتشكى يتسقش الحاج محمد المريجي. الحاج محمد المريجي قونت عايش اليوم المناظرين والكرماء ذي المغرب يكمل ستعانى جموه في الصغار ذي بني سيدال الجبل اقليم الناظور والان في اوج عطائها قدني تماش نتوارى استقر ذني تذي مدينة طنجة الا انه يحافظ يعني خلخيصا الكرامي تغا مجدي كاك الابن السي عبد السلام قطغوت معروفة التاس وغاس نتحنتي سوق النار بعطغوت معروفة التاس العموم رحمة الله عليه. اقش كاين السي محمد الجارودي مستشار جماعي بجامعه بني سيدال الجبل ورئيس جمعيه حتى رئيس جمعيه باريوال الاخضر. عبد الصمد السقالي غني عن التعريف انت رئيس الجمعيه السكاره حاليا ايش الجمعيه ذي بني سيدال قناه جمعيه بني سيدال للثقافه والتنميه زي سي غنبدا غنسيور بانما بانما الجمعيه ذاني تحقق من واحد قنت قرابه 125 126 جمعيه ذي بني سيدال الجبل التصنيف مبادرات واخر مبادره يغنسيور هي عين مطلوقة، عين مطلوقة تقيم قاب قوسين أو أدنى من الاندثار والانقراض، ولكن مثل قد تدخل جمعية بني سيدال للثقافة والتنمية باسمها وباسم رئيسها عبد الصمد السقالي تمكن باش أتفك، يعني العزلة يسغنيني خيوذا يتغينو من الحلاوة ومن سنن القيمة سنن من يعني عين مطلوقة سنن تاريخ الناس سنن المكانة الناس غا الفئات ساكنه ديال المنطقه باش رقم ذي السؤال ذي كشي اخويا عبد الصمد ذي خل الجمعيات غنضي بني سيدال الجبل وللاسف الشديد الجمعيات واخد منشا الجمعيات زيرو ماشي ما واحد كنت بول مجهود خا يعني خص انت تاخذ من تدين البيئه يعني اللي جان يمكن شي مناسبه اخويا عبد الصمد وذن وافهم جميع على العمل الجمعوي واحد فهمت يتوز نضاب يعني اش قضى غير هادي يتوز نضاب بيان يقول الجمعيه قد خدق د 6 8 ني غتيري دي 6 8 غاد اخر قاين تدي ني خصنا نتسي يعني و في حين ان الجمعيه قد يوزن لي سيت جلوه يوزن قاين دي ني خصنا دكني تمر يعني ما خصنا نحاول الامكن نبدل زي الوضع ولكن تما اش قاد شكل اشاره المواطنين يكسد الاشاره ما مش نغن
وانت الجمعيه من زيت جات اهل الاحسان قال الجمعيه واتا هو تما غاشان نبان كنت كسيت الزيت 8 تمايا من الدوله تصنعها 8 شفت كسيت انت تفارقي اقتل المحسنين طالما المحسنين يعني بدا الجمعيه يعني تحرك شويه تيك شويه تسويقي الفكره في مثلا القيم غادي الجمعيه في السيزون الثاني تاع الجمعيه يا خنساور خو عادي يخدم من هذه المنطقه نشلح الخو اخويا عبد الصمد غادي الاجتماعات ما تقبل الاجتماعات يمكن 17 يتجند المكتب يمكن حتى انا 34 مع كامل احتراماتنا جميعا لاعضاء الجمعيه في سيدي الجبن سنين مره سنين يعني صغيرهم وكبيرهم ذا التاريخ نسند وين في وضعتي سبحان الله غادي نشيت شو ولكن للاسف الشديد وكان حتى انشا يتغي باش السؤال وين تضم قرن ما يمي واحد طان الاعضاء واش هو زمان هذاك الدور الجمعوي بل هو زمان هذاك الدور ما يمي حضان هاني زواتو تمنى في المناصب فهمت وغيرين ديال المجلس وغيرين ديال الامين الامين وضع امين المالك تاعي وقع المنافسه شديده فهمت حتى غير الرئاسة نفس كذلك الكتابه العامه نفس الشيء ولكن نهار انت في الساحه الاعضاء واقف من شان مره خدم واش هو ذن وافيه من شان من يعني العمل الجمعوي واش هو ذن وزمان شان تحمل المسؤوليه ذن تيتغيما الاستقاله دابا زكريا السور دخل النقطه تسمى مهمه تسمى كنت يغرانت اللي مجلس قاضي الميدان وليد دي في نفس الوقت زكريا وزمان خصك تدير الحلول شكي تسمى التوريد كلشي اللي مجلس قاضي التوريد قبالي تيتونش يعني واش نغ الحلول باش الجمعيه ذاتينا هذا فرنت زي مجلس قاضي بلوكي يا وليد يعني اغلبيه الجمعيه ضاروغه الاعضاء وخدمن شات شر خارو اساء الجمعيه هوها من الحل اللي تسمى نهار يعني المطلوب زي العموم كجمعيات كمواطنين يعني مي الحل اللي خص باش نوض يعني واش غير جن مقترح الحل خويا عبد الصمد من النموذج زي غنبدا مثلا نبدا عين مطلوقه وزي عين مطلوقه كان بالامكان صحاب الجماعه اللي استفادت من الزقوم عين مطلوقه راه اثنين غير الجماعه مبويفه جماعه نتيده تو غدا نتا تسمى من الواجب واش كان يعني مارا نهار باش نتولى نهار هذه شبكه التواصل الاجتماعي مارا تشورا غاش نجروب واتساب فهمت في مثلا بويا فاما كنت تسويقي الفكره ايش كدا حمازون هذه السكيج زعما راه عزان هذه السكيج غاي مهيات هذه السكيج غاي عرقيون هذه السكيج غاي واحد واش يقيم فكره الدور هذا فين هذا فين يعني سحاب انا في الاذان الصاغيه غيسر الغمانيه باش نتكلم معاول نفس الشيء قدره قد سيد المدرسه سنج ايش صغير ومضغام ثاني ايش نزير قضيه ثاني ايش نزير كتوتو حنا ايش نزير كات ياسين اتكلم معاولني وضر مره هذا كن تسويق هذا كن نداء دي جروب لان جروب هذه خص ثمانيه غير يا خويا انا مين تكن بلا ما هنا خيا قاجني انا مين تقال ديني جروب مثلا نوز ما ليش نسيو ديما لي قالش لا الشينوا غنضوع على المطلوقه ما والسويل شخ على المطلوقه يومنا عمان عن كليا باش تسيو على المطلقه مع انه انت يمكن تحيتي من السن فهمت ني غتاف شي نجي ديال الانس تحيتي من السن ني غتاف شي نجي نزل اعضاء الجمعيه تما راهي خمنين ماشي بعيد نيش تسمى ذي الكولاسه يتصل الكولاسه واحد يعني الكولاسه غي تسمى يدان بمصلحه وين شن حاشي تسمى سنفع الزيت المواطنين ذي الكولاسه نغنيت كنت من اجل باش نحط مني تسمى باش وقت يكون مول اهداف برامج الجمعيه وهذا بدا ذي الغموض يعني ذي بعض الحوايج وزن بعض تفهمت ولكن من تري وذن يعني مري وذن تبقى المانيه كان كنت تسويق الفكره مثلا عين متلوقي خندان قيم عادي عين متلوق كنت سوق الفكره بانه قاعد نشي نقوده قاعد در وني خصنا هذه عاون هذه راح مثلا ميمون يماني هذه رابع التقطع ربع حتى الشمس السرعه هذه خدزني السرعه هذه راح خرج معايا واش مثلا توصل بانه ولا واش اسم العدد فهمت واش هو انا تشجعاني يعني غادي سيرين غزاف نهار اخر غادي بتلوقا هذه واش نحغى ثيرف او واش نحغى ثيرن زيتون ثاني غنحغى عين هذا هذا مرسق عند بوي مجان غا ثلا عكشار انا حغاو مشى نغني يعني مو غنسي غير عجله التنميه وات بديشا اتسي ذا القيم المولى هذه اللي ولات عجيبه سنحه القانا شد كيت تكما مو زعما خارق للعاده يعجبها سنحه الطاس فهمت يعجبها سنحه القاش سي غي ثمو ثمون وخير دليل انا غي يسمح لي النظام راه يخص السير كواكب انت وتجوزي بني سيدي وتجوزي بويا فاق زعما يسد الشان غير زي جبال الريف ار الادغال بني سيدان نغوي غير الطريقه ديال العمل ينتق قالش شي تعجيبه يمانه قالش سي غير قال الشخص غير غرف فهمت يجري لي سال الكلمه جارو ديما وين سي مجلس قاني هي وغنيه تسدري دين خارج المنطقه يعني اني دكين غير اني دكين غير تبع عن طريق تسمى وين القنوات وصا انا يعني خصني نزور قناه ديماري خصني نسكيج نتبرات باش كي نشارك لنا هنا دي مجموعه ديماري في واتساب وسنعرفوا المجموعه ثاني تبي انه المجموعه واتساب مجموعه ديماريف
على الواتساب حققت ما لم تحققه جميع جمعيات بني سيدة الجبل. مارا جمعية ذي غانغذي بني سيدة يمكن دي إقليم نظر الله أعلم تعظم يعني مرمي نعزم جروبا هو عبد الصمد نعزم يذري تسمى يقيم دي سيدة تذري الله غالبا زي شهر خمسة شنو الجمعية ولكن وخطو غاية تأسس قوار 2019 ولكن يذوري تسمى زي شهر خمسة ما الإخوان أنا كان غني ترخو ذي إن قولا شهر عام 2022 يمكن إذا ومين اقتازي 30 مبادرة يتعزم المجموعة يذنيت تعزم تعزم المبادرة محضان يتغيت عن العزلة ذي قمجد ذي قديما ذي قموسثن وسنيدة أولي تيقى يعني نقى ذي ديماريفس وذي اليوتيوب نغذي واتساب تمكن أن تتصل جمعيات باش تكون تدخل نزل خارج من بينهم جمعية مجموعة نعمة مجموعة نعمة للأعمال الخيرية زقولي ما مشكورين مشكورين شكاري ثم التزل من بارا وانيتا جاء التصل الفاعلين يعني هو متعجب هذه القنخة وثفنا أنه هنا ذي الميدان باش هذا تسيرنا أنه هنا يعني ونعاونا إذا المبادرة تنغني غي مهرش يتوى غاية جاء العجز وغاسن ومنزي غاية قنلا حسن عاونا وغاسن ومنزي غاية قن العمليات استفدنا التاس للإخوان اتصل المسالك طرقية غينت بلعند تعزميهنت المجموعة ثانية تندي مريف الشاركة يعني كجمعية بني سيدة للثقافة والتنمية ذي النيو يوذان استفدن المسائل النغنية اتصل المسائل إذا استفدن مثلا إبريدنا من التعليم يعني سهمني بحضان واش قضينا مبادرة النغنية ذي النيو ذان سهمن السد الوقائي واغي ذي القضية ذي القضية صحيح تقام مارق ثم وثق أرشيفي يتغيم هذه الأرشيف ويشهد عليه التاريخ يشهد بأنه ذات يوم تغذي نشان المحسنين عفعا الحيف خل الفقراء والكادحين والضعفاء والمساكين والمستضعفين يشكرون ومن المنبارة ونتا من على مشارف البيرو الأخ محمد المريجي المريجي الحاج محمد المريجي الرجل الكريم رجل الكرامات نشكى جميع المحسنين والمحسنات القائمين والقائمات الصاهرين والصاهرات على الأعمال الخيرية يخجقن ذي القبيلة بني سيدة الجبل التي كانت ولا زالت وستبقى تعاني ستبقى منكوبة ومنهوبة إن لم وكانش المحسنين باش أدعونا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإصلاح ما يمكن إصلاحه نشكر الشيخ عبد الصمد مجددا الاستقبال نشكر الأخ الحاج محمد المريجي والشكر موصول للسي محمد الجاردي ولجميع مشاهدي ومشاهدات قناة ديماريف على الموقع العالمي اليوتيوب وأستسمح السلام عليكم أسنج كلمة الأخ الحاج محمد المريجي نغيوشيش لنتجل الفكرة العامة ما شيت ولا نمشي توري جمعياتنا بني سيدات يعني المجتمع المدني ما يمشي خدام ما يعني ما ممكن يتسمى يستمر المجتمع المدني غير غادي يدير حاليا يعني الوضع اللي يدير خو حاليا المواطنين اللي وايت كن يوايس تي جي بين شي يعني وانت الخارط نشدي العمل الجمعوي في حين ان المواطن النيواز زوي ترجى الزايق استقدم الخدمات في نفس الوقت وايت الخارط شادي الجمعيه الحاج محمد المريجي غاسنوش الكلمة نتا من بين طاوانية تسيداري تيرين خارج يعني المنطقة أنا غيوش ورانتا الرأي النس دي ماناي مرحبا بك الحاج محمد المريجي السعب صمد نشكاريش نشكار الإخوان إذا قلت زيارة قال نقابة الوطنية المتوسطة للنقل والمهن دا غطنجة بينهم مدير قناة ديماريف ديماريف السعب صمد قالين ومن بينهم السي محمد الجارودي رئيس جمعية بروال ومستشار بجمعية بجماعة بني سيدال بجماعة بني سيدال والسيد زكريا جارودي كرئيس لجمعية أغير ومغار لذا نسرغى النداء نسرغى من السيورين يعني يجمونات نشقن كور ثلاث شهور أربع شهور يتعجبي الجمعيات غاس الدوره تساريه يعني دين اتصل الانجازات دي ظرف سبع شهور دي شهر خمسة هذه النظم انما شكيختن خيضاني له صار يختن مره يعني المشاريع يخدم الجمعيه
زكشان ليون قال بذان در خدمت يعني زكشان ليون أن مدن دواد غاي قديمن غاي جواون غاي كيشي غاي غيرون دغا يعني شمونات شن المشاريع تبارك الله سيدين وادي من دغا يعاود غي وور كسر مرة منان ايثمتنا يكين غي حضان ولكن للأسف غريج الملاحظة غريج الملاحظة وادي مما يعني غطاس وهي الملاحظة أين غياب مجلس الإقليمي النظور أما سوى يقارب غال جمعيية السنة اللي شارنت أبا وعشرين أبا 5000 درهم تركس إنا أزمني بريدن أزمن تيم سريين يدورار التاسي كسل العزلة خوينة المجلسة ويزمى أدي عاون ولو بأي حاجة بسيطة نتاد المجلس إقليمي يخص هذيك خيات سيدار انا غزا السيد غياب السيد العامل وادي ري الخبار نتا ما يمكنش وادي ري الخبار تاع يعني العزله غير تكسر خوينات خوشي نوادي انت تعرف دا اصحاب الخارج اصحاب الخارج واسمح ان شاء 1962 تم هذا وهذا يسمح زي سنين طبقات زي سنين كواز زي سنين ولكن الغياب المسؤولين مقرنين ما هو غارن الشين بور حق كان عندي ذا وسند غاري غطنجة سارق زيسن يعني يبريد نذا يعزم من دي طنجة من المشاريع إذا تجن دي طنجة يعني قم يعني ورومين إلا إلا الشين إيش الطاف إيش الجزء ذي مغربيين إنما عماس و وذا نغذي الفكان وكوما صان دي التخريب ما معنى التخريب راح قند غال باريد سي عبد الصمد كسناو من الباريد بلعنت بلعنت المستوصف بلعنت كولوميت مبريد وازماتي ذقين دينا اتصل المضاشير مازال عاد الجمعيه الجمعيه للتنميه بني سيدي مازال عاد قد تزر يعني كور موا مين تخدم نعني ذاك تجيج مشان يعني انا تبنت واحد ما جسر انت غروت اكاين تجيج مشان مطلوقه اكاين تجيج مشان مازال عاد جينا مع واسر اصحاب وين التراكس جيت سوما واس باش انا نمشي نقع على الدرجه يا اتفد وان سيميح وين هذه الدنيا هذه الاخيره المجلس الاقليمي اقباني سيدال ليعلم الجميع قادين يجنا الرئيس من كوبا وغاسولو للدور وللدرهم قسوق بالعناس السوق يدغي السيفن درهم اثنين درهم بالعناس ماني زغك كنت 8 ثواني ثاني ابني سيدان حتى ابني سيدان دايس 9800 نودن السكينه خمي غير 9000 وما جاني ابني سيدان قد ابني سيدان الغاصي التاريخ عميق يعني ما جاني غير مقا فرانكو يقوم الزياره ديني جينيرال سيلي بيسترين يقوم الزياره تو غادي الاسواق تو غادي ايبيليجن دي ابني سيدان دي أيام الاستعمار ولكن نشين يوذان يترأس دي النظر وابن سيدالا أخمين يمكن توحك من مغاس شل العدوى عاود ناس خشن التاريخ وشان تونا ثم وهني إنما اجتموه توغت يعني غاس التاريخ ضم قران ونعني ذا إلا من خدم المحسنين ذا من تخدم الجمعية للتنمية والثقافة ومدرع يترأس سعة الصمت تاع المبادرات ديني الدوران ونتتار نشين كنقابيين ربدا كان صغيو ربدا كان قان الطاس من انت بلاثين ينسكغال عمالا الطاس الاجتماعات ذي النقا ابني سيدال ونتتار ان شاء الله الرحمن الرحيم يوذان المسؤولين مقرانا ادار شوية سوغنبو غاه مواثا والسلام عليكم